قصدي الستار على الطبعة 19 للصالون الدولي للسيارات، طبعة كانت بنكهة خاصة ميزتها عن سابقها. ملخص هذه الطبعة مع أحمد محمودي. صالون السيارات في طبعته 19 لم يمر كسابقه، وسط غياب أكثر من 8 وكلاء يمثلون أزيد من 12 عالم، والسبب تعليق الاستيراد. Il faut les comprendre aujourd'hui, ces concessionnaires n'ont plus de stock de véhicules, donc ça ne servait à rien du tout d'exposer un salon avec avoir pas de produits à vendre. بعض العلامات شاركت رغم الوضعية الصعبة، لكن للعرض فقط، فالطبعة كانت بشعار لا للبيع. يا للأسف، نقول يا للأسف، لأول مرة كوكيل كرئيس مؤسسة تاع شركة سوفاك نجي لصالون لوطوموبيل ما على باش نشغل الزباين. لي فيكول سون با ديسبونيبل، سوف سي يعني نقول يعني سوف سي الكليون راه قابل اللي يجوز اون كوموند ويستنى 4 موا ولا 5 موا بور ريسيفوار سا فواتور. قال لك ما كانش، رانا دايرين العرض برك لا كاين بيع ما كانش. قلت له اسكو نقدروا ندفعوا ونستنوا مثلا دو موا ولا طرق. قال لك ما نقدروش، رانا ما نبيعوش، دايرين غير العرض برك. علامات أخرى، وبالرغم من عرضها لنموذج أو اثنين للبيع، لكن الإقبال عليها كان ضعيفا جدا. عندنا ديسبونيبيليتي مي بارابول العام اللي فات مبيعات محتشمه. الصالون ايضا كان منبرا للوكلاء لمخاطبه الحكومه بالاسراع في منحهم الرخص، ما جعل خبر ان الرابعه من الشهر القادم تاريخ صدورها يطفو في الافق، لكن حسب الوكلاء الخبر غير رسمي. Non, effectivement, rien d'officiel. Comme tout opérateur, je pense, automobile aujourd'hui sur le marché, nous attendons effectivement cette date avec intérêt et impatience en espérant effectivement que. أصدر الستار بعد 10 أيام من صالون استطاع أن يصنع الحدث، ليس بعروضه وتخفيضاته، بل بعلامات استفهام عديدة طرحها وكلاء السيارات، الذين أصبحوا اليوم تحت رحمة إعلان الحكومة عن رخص الاستيراد.